هلا ومرحبا فيكم اليوم مع قناتنا قناة الخطف سيسترز. مثل ما انتم شايفين في عنصر فاضي هني، حصة مو موجودة، لكن راح اكمل الحلقة انا ان شاء الله. وبقول لكم شيء مهم، ان احنا قلنا لكم مفاجأتين حلوين راح نقول لكم اياها، او بالاحرى مفاجأة حلوة ومفاجأة ممكن ما تعجب كثير من الناس، وحطيناهم بوست عندنا وبوست عند حصة، لكن ما راح نقول لكم الا بنهاية الفيديو ان شاء الله اللي راح اقول لكم اياه. واللي حاب يشوف فيديوهاتنا اول باول، كل اللي علينا يضغط هني سبسكرايب، اللي هو المتابعه اللي راح يوصل لكم مثلا بالايميل او عن طريق وسائل اخرى. وبنفس الوقت ابي اشوف تفاعل كبير بالكومنتس واللايكات بكل مكان، سواء عندنا بالانستغرام او حتى باليوتيوب، لكن احنا نبي يصب اهتمامنا بشكل كبير على اليوتيوب اليوتيوب اليوتيوب، فابيكم تشتطون وايد ويانا عشان احنا صدق نعطيكم من كل قلبنا، فننتظركم. لذلك احنا نبي تفاعلكم يكون ويانا باستمرار، لكن عندنا مفاجاتين لكم. قبل لا اروح ابيكم تشوفون هذا الفيديو ورادت لكم. طبعا أغلبية اللي يسافرون يحتاجون جنطة كبيرة، والثانية حجم المني اللي تقدرون تدخلونها وياكم الطيارة. والحين بوريكم أهم الأشياء اللي من المهم إنها تكون بالجنطة لك. أول شيء نحتاج أقراض العناية بالجسم، أيا كان حماية، وأقراضكم الخاصة اللي تحتاجونها حطوها نفس جنطة صغيرة مثل مات المكياج. قبل ما تذهبون ملابسكم تذكروا أن عندكم أشياء ممكن تحتاجونها وياكم، مثل كبوس ديزني لاند، لأن راح تصير زحمة ديزني لاند وما راح يمديكم تشترون، وطاف عليكم. ولا تنسون تأخذون أكسسوار. وايد ناس راح تسافر دول صيفية أو موسم صيفي، بس وايد راح تحتاجون هذا الشيء اللي مال المطر حق الالعاب مثل الجندول وهذول الاشياء، فيبوا معاكم احتياط حتى لو تلعبون جندول مره مرتين على راحتكم تلعبون وما راح تحاكم الماي. ثاني شيء نية حق الملابس، طبعا كل دوله بتسافرونها لازم يكون فيها مجمعات، وطبعا تعرفون احنا يعني البنات نحب نتسوق وكذي، فما له داعي تكثرون ملابس وانتو رايحين المطار، يعني من الكويت او من اي دولة انتو فيها وتروحون للدولة اللي تبون تسافرون او السياحة فيها. مثلا انا ماخذة 4 جاكيتات وبنطرونين و4 جواتي عسكم الله، لا سوري 3 جواتي. هي الحين حق جنطة المطار، او مثل ما نقول جنطة الظهر او الكروس على حسب الجنطة اللي انتو ماخذينها، بس انا افضل جنطة الظهر لانها بتكون وايد عملية عليكم وسهلة. والحين بوريكم الاشياء اللي انا راح احتاجها بالطياره بالمطار وبالترانزيت. احتاج لابتوب حق الايديت عشان انزل لكم اول باول واشتغل وانا بالطياره. ثاني شيء سماعات احتاجهم، لان اخر رحلات تقريبا ما يمديني اكمل الفيلم اللي بالطياره وياخذون مني السماعه قبل ما اكمل هذا الفيلم، فهالشيء يعني نرفزني، وخصوصا اذا توني قاعده من النوم سو يعني استعسر وكذي، فلازم اجيب معي سماعتي. وكل شحون الأجهزة اللي بتاخذونها وياكم الطيارة، وسناك خفيف مثل ما تشوفون جايبة عنب لأن أكلهم ما رح شبعني ما علينا، قطن وي بس تغسمونه، يعني تاخذون من الكبير وتحطونه بعلبة صغيرة بحيث أنه بالطيارة إذا تبون تمسحون مكياجكم، ولا تنسون مزيل المكياج بدون تقصون ويهكم، وبعدها تحطون المكياج إذا وصلتوا بحيث أنه ويهكم يكون فريش. وخذيت لي اصباق حق طول الفترة اللي راح اقعد فيها. ولا تنسون تجيبون فرشاة اسنان ومعجونكم الخاص عشان اليومكم ما ينحاش او يغمى عليه. وبالاخير لا تنسون جوازكم والكنت او الكريدت كارد وبطاقتكم المدنية واي شيء تحتاجونه لا تنسون. لايك. A day. I deserve a bay. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect way. نية حق الشيء المهم، ويمكن يعني قليل من الناس ما يسوون هالشيء، اللي هو تحطون خطة أو مثل ما نقول جدول للرحل عشان تقدرون تستغلون أيامكم صح، أو ساعاتكم باليوم الواحد وما يطوف عليكم اليوم وبس رايحين مكان واحد، فحطوا جدول. وضروري اصلا انكم تحطون جدول عشان تنظمون حياتكم او تنظمون سفرتكم وتستقلون الايام صح. طبعا اول شيء جوتي من كابا، هي ماركه رياضيه وايد مريحه وحلوه حق السفر، اما بنطروني هو من زارا، وبلوستي تحصلونها من البلوكات، طبعا انا فصلتها بروحي من البلوكات احسها عمليه وسريعه وخفيفه حق السفر.
أول شيء ببدأ بجوتي عزكم الله من كونفرس، الجنطة من فوريفر 21، وجاكيتي الجينز من بريمارك حبيته لأنه في ديتيلز على الجنب، وبنطروني من زارا، وبالأخير لا مو بالأخير قبل الأخير نفنوفي من أتشندام، وبالأخير جاكيتي من بينك. ولا تلبسون بالمطار سلاسل وقلوب وشي، لأن تذكرونكم راح تفسخون وراح تتعبون من ترانزيت لترانزيت، سو لا تكثرون ملابس. الفيديو اتمنى ان اعجبكم، واذا عجبكم لا تنسون توصلون هذا الفيديو اكبر عدد ممكن، وانتي وايد خذيتي على الجو وعجبتك الجو بدوني بس ردت لكم لو شنو ما يصير. والحين راح نقول لكم الخبرين، بس الخبر الثاني ما راح نقول لكم اياه الحين، راح نقول لكم اياه وايد 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 متاخر ورا سفرتنا، بس الخبر اللي يمكن يزعل البعض ويمكن يفرحهم ما ادري، بس الخبر هو إنه كل واحدة فينا راح تسافر بوادي. وبالنهاية أتمنى أن أعجبكم الفيديو، راح تشوفون تفاصيل سفرتنا، ما راح نقول لكم وين، أتوقع حصة كلكم تدرون، لكن أنا ما راح أقول لكم وين، أبي التفاعل وأبيكم تكتبون تتوقعون وين لولو راح تسافر. أنا حدكم راح تشتطون عليه. حيل راح أحس كل كويت يعني راح تتكلم، لأن يعني سافروها ناس بس ما حد غطاها بالشكل المطلوب. لذلك راح يصير في اشتطاط، لذلك كتبوا وين بتسافر لولو، وراح ان شاء الله حسنا قولوا، فان شاء الله راح نكسر الدنيا، بس فيديوهاتي راح تصير اقوى من فيديوهاتها بمليون مره. اوكي وراح يكون بيننا تحدي بيني وبين لولو، وانتوا راح تقررون من احلى فيديوهات. طبعا انا راح اكون احلى فيديوهات، فلا تنسون كتبوا تحت بسرعه، كتبوا وين لولو راح تسافر، فكتبوا لولو راح تكون في وحصة راح تكون في لا والله كل يدري. بس المهم يا جماعة الخير، كل اللي بقول لكم اياه بالنهاية اتمنى ان عجبكم الفيديو، كنا خفاف عليكم، ومع السلامة. ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند رب معين، ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند